كمان الله لا يوفق. شو جابك بكي؟ ورجيني لشو؟ شو هذا احمد؟ شو وين عيونه؟ وين الاولاد؟ لسه ما رجعوا من الجامعه. احسن لا ما في شيء شلون ما في شيء؟ شوف عيونك كيف ورماني كأنه حدا ضربك بوكس. بوكس واحد ودي عشرة ودي عشرة يا لا مين بده يستلجي يضربني بوكس ونسيتي مين أنا؟ شيء مين هون؟ أنا هون مرداني. الله لا يوفقك يا أبو العالم. مين؟ من هون مرداني. شو القصة؟ طمني. لا لا ما في شيء بس انت بتعرفي انه انا ضغطي متأرجح يعني مره بينزل ومره بيطلع نزل طلع لا نزل ضغطي طلع المكتب على دش على وشي هي القصه كلها. ان شاء الله سلامتك يا ابو طارق. يا سلامتك. عم يجعني كلي انا كلي عم يجعني على نخلك. لا ورجيني ورجيني لشو شو حكي؟ يا رجعوني اطلب لك الدكتور وسيم شايف حسب؟ لا لا ما في داعي تتعذب. طيب جيب جهاز الضغط وقيس لك ضغطك. لا انا ضغطي هذيك الساعه شو قلت لك نزل ايه طلع هلا ضغطي بشوفتي خلص مش طيب طيب قوم لكان شلح ثيابك والبس بيجامتك وتسطح بالتخت وارفع رجلك لبين ما اجيب لك كاس العصير. يلا هلا هدول كلهم انا بساويهم. الله لا يوفقك يا ابو رعد على الايد انو ايد مقلايه ومقلايه تلصق دائما. الله لا يوفقك. عمامي يعني ما زاحت السبابة كان طالت القرنية كلها على نية كانت بقيت ولي لو بقيت. الله لا يوفقك يا أبو رعد. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. الله يكسر إيديك حوالبي. حوالبي الو طلال انا تعبان. سلامتك سلامتك دكتور ان شاء الله ما في شيء خطير. قريب بس قوي شوي يعني نازل على عيوني خاصة اليمين. سلامتك يا دكتور سلامتك. الله يسلمك. لا بس ما راح احسن انزل على المديرية لكم يوم ليفتحوا منيح خاصة اليمين لذلك تبعت لي البريد مع بصالح كل يوم بيومه وبتكبر لي الحواشي مشان اشوف وقع وكل الحواشي حطها ناحية اليسار. حاضر استاذ بتأمر معافى ان شاء الله مع السلامة. الله يسلم عيونك وخاصة اليمين. الله لا يوفقك يا ابو رعد. متأكد؟ هيك الاستاذ طلال قال لي. وليش يقول لك ما يقول لي اني؟ كنت رايح لعند السيد المدير العام اوقع كشف حسابات ما لقيته. الاستاذ طلال قال لي انه مريض. اجت والله جابها. لا تفرح كثير ما راح يغيب اكثر من يومين والبريد راح يوقعه بنفسه بالبيت. ما فهمت علي. فهمني. هلا صار في مناسبه اني زوره ببيته واخذ واعطي معه برات الاداره ووطد علاقاتي الاجتماعيه انا وياه. حلو وانا بروح معه. لا انت بتمهم بالاداره. يلا روح روح شوف شغلك. ايه ابو صالح بدي اياك تحكي لي القصه من اولتها لاخرتها. القصه قصه عيونه. شو بهم عيونه؟ انا عم بسالها مثل ما حكالك. ما حكى لي شيء. معناها تساليه هو بيحكي لك. وشو المانع تحكي لي انت؟ مدام اميره صدقيني انه انا ما بعرف شيء بالضبط عن هالموضوع ابدا. فتت لعنده على المكتب لقيته بهالحاله. سألته شو السبب؟ قال لي بعدين بحكي لك. ولهلا لسه ما حكى لي. يعني ما قال لك على شو وقع لما نزل ضغطه؟ نزل ضغطه؟ هلا كل ما بسألك تسألني؟ شو اسألي؟ هو علينا. ايوه ضغطه. حكى لي على ضغطه وقال لي انه ضغطه نزل طلع وقام وقع واجا راسه على طرف الطاوله. الله ستره. منيح لي ما راحت عينه. الله ستر منيح. وهلا بتسمحي لي انزل شوفه واطمن عليه واطلع.
طيب تفضل. لك شو القصة؟ أنا ما عم بفهم. ما بعرف. هلأ الماما قالت إنه البابا مو هون وعنده اجتماع. مزبوط. وهي أبو صالح أخذته طلعته على الدرج وودته على غرفة المكتب، طلعته من المكتب نزلته على الدرج وسكرت الباب. يعني أنا شو الموضوع؟ استنى ليطلع أبو صالح نفهم شو القصة. ليش ما عم تاكلوا؟ كملوا أكلكم. ماما البابا هون ولا عنده اجتماع؟ هون. هون؟ يعني ليش عم تخبي علينا؟ خلصوا أكلكم وبعدين بحكي لكم. إيه ما راح أدقر الأكل إلا لحتى أعرف شو القصة. وهه هي ديمونة. وأنا كمان. والله مالي عرفانة شو بدي أقلكم. خلصوا أكلكم وبس يطلع أبو صالح منفوت كلياتنا لعنده لجوها وبتشوفوا بعينكم. خليهم يدفشوا الحواشي على اليسار أكتر. حاضر على اليسار أكتر. لوين؟ على اليسار أكتر. ليك هي مو دافشة منيح. تعذب فيها هلا. ريتها عيني ولا عينك. سلامة عينك يا رب. سلامة عينك يا رب. سلامة عينك يا رب صالح. الله لا يحرمك نظرك. آمين. قلي لشوف. شو أخبار المديرية بعد ما طلعت؟ هلا أدريك هم المديرية وخليك بهمك. المديرية كل همي أنا. بدي نظمها حتى لو دفعت عيني الثانية الثمن. الله لا يقدر. طيب تريد مني شيء؟ سلامتك بس مثل ما وصيتك خليهم يدفشوا الحواشي على اليسار. على اليسار. لوين؟ على اليسار. ايوه الله معك يا ابو صالح. الحمد لله اني شفتك بخير. الله يسلمك. طمنت عليك. معافى ان شاء الله. الله يعافيك. سلام صالح. الله معك. الله معك يا ابو صالح. خاطركم عاد تغدى معنا ابو صالح. شكرا ان شاء الله السفره دايمه. على كل حال يعني انا اولادي ما بياكلوا الا لحتى اجي انا. طيب على راحتك. شكرا. مع السلامه ابو صالح. مع السلامه. الله معك. ليش هيك عم طلعوا فيه؟ حياتكم ما شفتوا واحد عيونه ورماني خاصة اليمين؟ شريف. منو هاد؟ ما بعرف مين هاد؟ لك أنا بيعرف. أنت اللي جايب الصورة مو أنا. منو هاد؟ يا بابا هاي مراية مو صورة. شوف. إيه والله مراية. معناتها اللي فيها أنا. ليك عيني. بابا خليني عن جد. مين اللي عامل فيك هيك؟ مين اللي عامل فيك هيك؟ بابا شو القصة؟ لا اطمنوا بابا أنا بخير. بابا أنا بخير ما في شيء. بس أنتم بتعرفوا ضغطي يعني متأرجح. أوقيت بيطلع أوقيت بينزل أوقيت بيروح أوقيت بيجي. كنا بالمكتب شغل معاملات. نزل إيه نزل ضغطي طلع المكتب على عيني. طب حكيت لها لأمكم تحكي لكم. هاي هي القصة بابا. هي يعني مسألة ضغط يعني. عم جاه سلامتك عم جاه سلامتك. الحمد لله على السلامة. يلا يا رب نحبك. يلا يا رب لاب. يلا يا رب لاب. تخلونا نطلع بترك على بحلك على إسمك. يا علبة ترك أبوك. يلا خلوني يلا يلا اطلع. يلا خلصوني. الله لا يوفقك يا أبرح. شرشحني الدم. هلا كل ما شفني بدك تضحك. لك شو الغرب اللي عطيني اياه؟ مقضي طول النهار عم لز فيه. ليك هي عيني كانه مكياج طبيعي. ها لا لانه فعلا شيء بيضحك. مدير عام ياكل قتله مرتبه من موظف عنده بالشركه وبال خلصنا بقى وحيد. طيب خلصنا. شوف لي اياهم ظابطين هيك. ايه خلص ايدها. ايه شو ناوي تساوي معه؟ مع مين؟ مع اللي ضربك. رح تسكت له؟ شو اسكت له؟ رح اعاقبه. بس مو لانه ضربني، هي شغله شخصيه ما لها علاقه بالشغل.
بس رح عاقبه لانه رجع لشغلة السمسرة. إلها فالح كثير كمان. شو رح تحسم له 5% لمدة شهر، شهرين، ست شهور، سنة؟ ما بيهزوا له رمش. حبيبي أنا لو كنت محلك كنت بعلقه من رموش عيونه. إيه بس هي صلاحيتي. العين بالعين والسن بالسن والبادي أصلا. شو يعني؟ روح اضربه؟ أنت لا تضربه، أنا بضربه. شلون؟ ممكن ادخل شوف سيادة المدير العام؟ مين حضرتك؟ أنا ممدوح نائب سيد المدير العام. أهلين وسهلين، تفضل تفضل. ميرسي، شكرا. أهلا وسهلا، ليش معذب حالك؟ لا في شو، ما في شيء محبس. يا أهلا وسهلا، تفضل تفضل. ما شاء الله كان، ما شاء الله كان صبي. كيف هذا السيد المدير العام؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله أحسن. الله يطبلك بالخير. الله يلعنه ويلعن ساعته. مين؟ هالقريب ما كانوا يلاقوا له دواء لحد هلا. قريب؟ ممكن ادخل اطمن عليه واطمن على صحته. ممكن دقيقة بس لأعطيه خبر. قولي تفضلي. معاونك الأستاذ ممدوح دخله؟ لا شو يدخل؟ اعتزل منه وقولي له نايم. يا ما شافت الغرق. حقوق يغزي العين. أنا آسفة، المدير هلأ نايم. خلي مرتاح، خلي مرتاح. المهم انه اطمنا عليه. الله يخليك. ايه بستأذن انا. ايه بس ما بصير تروح بدون ما تشرب القهوه. يا ستي بنشربها بصحته وعافيته. تسلم. الله اللي يوجه له الخير. كيف؟ هالقريب هلك العالم. خاطركم. مع السلامه، شكرا كثير على الوردات. نعم شو. شو جاب هاي هلا؟ مشان تكبر. الله لا يوفقك يا ابو العد. اخي يا اخي احلى انه هذا المضيع والمطعم شو كمان يا اخي. لك إيه هاي من ايدك بقى. بيطول اخي احمد ليجي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا دلال. اوقات بيخلص اجتماعهم بكير واوقات بيضل لبعد نص الليل. بتعرفي يعني مدير عام شغله كثير. نيم لي القلق يا اخي. اذا بدكم منه شيء ضروري انا بقول له. لا ابدا، اشتقنا لكم، اجينا نزوركم. يا ميت اهلين وسهلين. ليلى؟ يا ليلى. ايوه مدام. شوفي مين. حكي لك من هون. حكي لك من هون. مين؟ لفوق شوي. لهون. لفوق لفوق لفوق. هون. ايه حكي قوي ايدك قوي. ايوه. ايه كمان. الف يا بس عليك يا ابو طارق. خير طمنوني شو الف يا بس عليك. خير ان شاء الله. شو بقى؟ ما في شيء عشان تفضل تفضل ارتاح. شو في؟ لا تقصديني دلع، ما انتبهت لي. حكاكي منيح ما مكسرين. ماشي الحال. وينه هلا اختي بغرفته؟ قوم قوم عنا خلينا نشق. لا اختي لا، مو 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 بغرفة النوم. لكان بغرفة المكتب؟ لا ولا بغرفة المكتب. معناتها بغرفة طارق. احمد ماله هون. يكون بغرفة الانعاش. لا لا احمد ماله هون، عنده اجتماع. شو حسام عم تلعب باعصابنا؟ ابدا
هي مها قدامكم سألوها، هي قالت لي انه عمو احمد مريض. هو صحيح احمد لما رجع الظهر من الشركة كان تعبان شوي، بس بعد ما نام ساعتين واخذ كاسة ليمون ما عاد حس بشي وطلع يحضر الاجتماع. هي هي كل القصة. اخ الحمد لله طمنتينا. في حدا مخني؟ صحة انا عم بسعود. هذا صار يا حسان.